فيلم أولى فقراتنا لليوم بتحمل كتير من التناقضات يلي نحن دائما يمكن بنقول التعاطف حلو والشعور بالآخر كتير حلو. قدي حلو سلمى أنك أنت يمكن نحس ببعض نحن كزملاء أو حتى كأصدقاء وتدعميني وأنا أدعمك، هذا مزبوط. الشعور قدي حلو سلمى؟ كتير حلو، ولما بيكون خصوصا من شخص أنت عم تشوفيه يوميا بتحسي أنه صار في صلة بينك وبينه، وبتطلبي هذا الشيء منه أكثر من ما تطلبي من الناس. صحيح سلمى، لكن كل شيء يمكن إذا زاد كثير يمكن بيقلب ضد الشخص، وهذا الشيء اللي رح نعرفه أكثر لما بنحكي عن التعاطف السليم، التعاطف بالفترة اللي يمكن بيخلق مع الشخص، ما بدنا إياه يتطور ويزيد لحتى يصير تعاطف مرضي، كيف بيكون بشكله السليم والصحيح يلي بيحافظ يمكن على مشاعر الشخص، هذا الشيء رح نعرفه أكثر مع الأختصاصية الاجتماعية طبعا هنادي عرفات. لك صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم، في ساعة صباحك. واهلا وسهلا فيكي. يعني وسهل. بداية خلينا نبلش من التعاطف بحد ذاته اليوم، هذا المفهوم قد ايه ممكن يكون فطري وموجود عند الاشخاص، ولا هو فن، او خليني اقول شيء بيكتسبه الانسان من المحيط اللي حواليه؟ هلا خلينا اول شيء نعرف مفهوم التعاطف. مفهوم التعاطف هو انا اطلع من الحالة الشعورية اللي انا هلا موجود فيها وانتقل تماما للحالة الشعورية الموجود فيها الشخص الآخر، وشوف وجهة يعني اطلع من وجهة نظره هو، شوف الزاوية اللي شايف فيها هو الأمور. التعاطف هو شيء غريزي معنا بطبعنا نحن كأشخاص اجتماعيين، هذا الشيء طبيعي عنا، بيخلق مثل ما حكيت وهلا تفضلتوا حضرتكم انه بيخلق علاقات اجتماعية بين الناس، بيقرب الناس لبعض البعض، بيجعل بيناتنا ود، بيعطينا دعم وأمان بالحياة. انت وقت تحسي شخص متعاطف معك فهمانة بتحسي بأمان، بتحسي براحة. هو كمان بيروح لشيء، كل شيء ممكن يتطور، فهو ممكن يروح لفن. شلون تقدري تتعاطفي مع الشخص بشكل بطريقة صح بحيث لا تأذي حالك ولا تأذي الآخر، لأنه أحيانا نحن بنتعاطف بشكل زائد مع الآخر فممكن نأذيه بشكل كتير كبير. هو شيء طبيعي فطري، ممكن عن طريق التطوير، عن طريق العمل، عن طريق التركيز على أي شيء بتركز عليه هو بيتحول لشيء مكتسب وبيتطور وبيصير فن، وهو نوع من أنواع التعامل الراقي بين بعضنا البعض اللي بيحمل كثير من هيك من الجمال، العناصر الجماليه. اكيد، بس لما عفوا لما نحن بنحكي عن التعاطف بين الاشخاص يمكن هو بيختلف درجاته بين شخص والاخر، مو الكل يمكن شعوره نفس الشيء. تمام. قد ايه بتاثر يمكن طفوله الشخص ويمكن الوسط المحيط فيه على درجه التعاطف يلي بيكتسبه او حتى الفطريه اللي بتخلق معه؟ هلا فطري، وقت منقول فطري معناتها نحن تقريبا متساويين بهذا الشعور. وقت بيجي هون بيجي بقى للاكتساب، قديش العائلة بتعزز هذا الشيء، قديش التربية، قديش التنشئة، قديش الأم بالبيت حنونة بتتعاطف مع الأولاد، علمتهم بينات بعضهم، قديش ربتهم على قيم عالية بحيث إنه بينات بعضهم البعض الأولاد بيطلعوا متعاطفين. هذا الشيء باللاوعي بقى بينتقل لهذا الطفل، بيصير بيتعامل مع أقرانه بالمدرسة، بيكبر بيتعامل مع زملائه بالعمل، بيتعامل، فهو شيء مكتسب. مشان هيك مكتسب كتير، بتأثر التنشئة كتير، بتأثر العيلة كتير، بتأثر البيئة. نحن كمجتمعات هون كتير يعني مجتمعنا بطبيعته مجتمع اجتماعي، فبيعزز تعاطفي، فبيعزز كتير عنا هذا الموضوع كتير. يعني كمان استاذة هنادي بنشوف كتير بحياتنا التعاطف بيصير عند بعض الناس بمنحى سلبي، يعني بيضل الشخص بيقول حرام خطي، حرام خطي، ما رح أعمل هيك. أحياناً هاي الحرام خطي بتكون مو بمحلة، يعني ما أنا صح أبداً، ممكن تؤدي لشيء سلبي للشخص نفسه اللي هو عم يتعاطف. إما تبقول خلص بكفي، ما بيصير يكون متعاطف لهي الدرجة. في ناس بيعتبروا التعاطف أحياناً سذاجة إذا فينا نقول. أي تماماً. هلأ التعاطف هو شيء كتير منيح، أنا بأزمة الشخص وقت بتقبله وبفهم شعوره، بفهم الشيء اللي عم يعمله، بفهم هو يعني هو التعاطف. خليني أقول لك بيعتمد على مهارة التخيل. أنا بهي اللحظة بتخيل أنت شو حاسة، شو شعورك، شو نظرتك للأمور، وشو رديت فعلك، فبتعاطف بناء عليها. بقول لك أنت الحق معك بالشيء اللي عم تحسيه، بس أنا بعد كلمة الحق معك بدي أقول لك انتبهي انه انت لا تتماهي بهذا الشعور اللي انت رايحه فيه، بهي الافكار اللي انت رايحه فيها، في شيء في زاويه ثانيه انا بدي اخذك عليها لحتى تنتبهي على الامور من كل الزوايا، ما تضلي مركزه على هذا. مجرد انا كثير كنت متعاطف معك، لا انت الحق معك كثير تزعلي،
تعليقات دنيا خلص ما عاد في مجال، يعني انت بس عندك شعور حزن، انا اجيت قلت لك ايه خلص سكرت كل الابواب، انا مالي عارفان شو بدك تعملي، شو بدك تتصرفي، انا سديت عليك الابواب اكثر، فكسار هون التعاطف معك تعاطف سيء، انت الدنيا وقفت بوشك اكثر. بس انا وقت بجي بقول لك لا مزبوط، انت حق معك انك تزعلي، الموقف ماله سهل، بس الدنيا ما وقفت هون، نحن فينا نوقف على رجلينا، فينا نرجع نعمل هيك، شوفي لايجابيات الامور لنص الكاسه الممتلئ، هون بيكون التعاطف ايجابي، انا حسستك بامان وبنفس الوقت اخذتك لزاويه ثانيه غير الزاويه اللي انت موجوده فيها عم تنظري منها، وقدرت اني ساعدك وادعمك واقدم لك شيء منيح. تمام. هلا مثل ما حكينا انه يمكن في نوع من التعاطف اذا فينا نسميه سلبي، كمان في اشخاص بيحاولوا استجرار العاطفه دائما وبيبحثوا دائما عن عطف العالم، هي باسباب مختلفه عند الاشخاص، خلينا نحكي عن هي النقطه وكيف فينا نميز الاشخاص اللي بيستحقوا التعاطف وبعض الاشخاص اللي بيكونوا يمكن اذا فينا عم يستنسفونا بالتعاطف بعاطفتنا ودعمنا. هلا انا هون بيكون من من باب خبرتي بالاخر، انه في شخص اجى شكالي همه مره تعاطفت انا معه، بس مو كل يوم كل يوم كل يوم هو عم يشكي نفس الشكوى، انا بدي تمام وعم يطلب، هذا الشخص اكيد بيكون ناقصه شيء، عم يدور على شيء لقاه عندي من خلال تعاطفه. هذا الشيء كمان لازم ننتبه عليه بتربيه الام لاطفالها، وقت في طفل بنحس انه في طفل من الاطفال هو كثير بيروح لعند امه وكثير بيشكي والام بتتعاطف معه، ويعني هيك بتكون عم تعطيه شيء، الام وقت منها لازم تدور انه هذا الطفل عم يشكي كل هاي الشكوى ليش، فهو في شيء ناقصه، عم يبحث عن الامان بهي الطريقه. نعم. لازم تدور عليها، لا ما لازم نتعاطف مع هدول الاشخاص كثير، مشان هيك انا كثير مهم اني احمي حالي، اعرف الحدود اللي انا لازم اتعاطف فيها مع الاخرين، امتى انا لازم اتعامل بطريقه حازمه مع الاخر، ما كثير اعطيه مشاعر، لانه هي المشاعر اللي انا كثير بدي اعطيها والتعاطف بدي اذيه، وبعدين انا بدي اذي حالي، بدي احس حالي انه انا من جوا استنزفت، انا ما عاد فيني استغليت، يعني تمام ايه عم بعطي اعطي اعطي، مو انه عم باخذ مقابل لا، بس حتى انه اللي عم بعطي تمام اللي عم بعطيه مو رضيان علي، اللي عم بعطيه هو لسه عم يشكي اكثر، يعني انا ما عم لاقي نتيجه لعطائي، فهذا كثير بيعمل تعب وتوتر نفسي من الداخل. اكيد يعني هون خلينا نحكي، طيب تصحيح هذا السلوك اذا فينا نقول التعاطفي ببلش من الصغر، ولا فينا بنقدر وقت شخص نشوفه هيك وهو كبير وعم يحكي لنا هي المشاكل اللي هي دائما بتوقف عند ردة فعله هو او التعاطف تبعه بنقدر نصلحها؟ لا اكيد بنقدر نصلحها، ما في شيء بالحياة ما بنقدر نصلحه، بس المهم نركز انه نحن عندنا هون في خلل او ننتبه انه الاخر عم يتعاطف، فانا بدل ما اصير اعطيه مشاكل بصير بطلب منه انه ايه لاقي لي حل، انت هي المشكلة، انا معك وانا مقدر اللي صاير فيه، تمام انت شو فكرتك، كيف عم تفكر انك تحل هاي القصة؟ هلا هو اول شيء عم ينصدم، لانه هو مثل جاي مصاص طاقة بده يحاول ياخذ مني كل شيء، حتى الحلول انا اعطيها، فشوي شوي اذا انا فعلا هذا الشخص قدراني امن له الامان، قدراني اعطيه مساحة هيك يحس فيها بوجوده معي، عزز له الثقة بذاته، شوي شوي بيرجع لعندي بيقول لي ايه والله انا دورت على حل، لقيت هذا الحل، ممكن بلش شوي ولو شيء بسيط انه غير له سلوكه. يعني كتير حلو انه اقول للاخر انه انت معك حق، حقك تحس هذا الشيء، حقك، بس بعدين شو بدك تساوي بعدين؟ سؤال شو بدك تساوي بعدين يمكن هو بيصدمه، بس بيخليه يفكر بطريقة تانية غير طريقة التفكير انه انا ضحية، بيسحبه من شعور الضحية لشعور ايه طالما عم تسأليني انت شو بدك تساوي بعدين معناته انا قادرة اني اعمل شيء، سحبته من هذا الشعور وبلش تعزز ثقته شوي شوي بنفسه. هلا ما لها سهله القصه مثل ما عم نحكيها، اكيد القصه بدها تعب كثير، بدها طاقه عندي انا اني اشتغل مع هذا الشخص، بس كمان ما لها مستحيله، انا ما بقول عن اي شيء انه مستحيل بالحياه، ممكن كثير نغير السلوك بس نفهم الاخر كثير منيح حتى نعرف مفتاحه من وين بدنا نفت له. تمام. هلا في اشخاص كمان مثل ما عندهم يمكن نوع من المرض باستجرار العاطفه، في اشخاص بيربوا على انهم هن الاشخاص الصلبين، خاصة إذا بدنا نخصص شوي بالنسبة للذكور اللي هن ممنوع يمكن ببعض البيئات المعينة أو طبعاً. الأفكار الخاطئة طبعاً. يعبروا عن عاطفتهم أو يحتاجوا دعم، وبيكبر معهم هذا الشيء لأعمار منيحة، ما عاد بيقدروا يمكن ياخذوا الدعم المطلوب وما بيقدروا كمان يقدموه بنفس الوقت، صح. لأنه انحرموا منه،
قديه هذا الشيء يمكن بيأثر على شخصية الفرد، وكيف كنا نكون عادلين نحن بتعليم الطفل أو حتى المراهق أنه هو ياخذ تعاطف ويقدم بطريقة متوازنة ما تضر بشخصيته؟ هلا فكرة أنه أنت رجال، ولد أول ما بيوعى بيبكي، بيقولوا أنت رجال عيب تبكي، قوم بيكون صغير ايه يعني عمره سنة، أنت رجال. هي الفكرة وقت بتنزرع باللاوعي عند الشخص، كل ما بده يجي هو يصير، وخصوصا انه الرجل هو عقلاني اكثر من المراه بطبيعته، فكل ما بده يصير يجي يعبر عن مشاعره بيصير عنده صعوبه بالتعبير عن المشاعر. هي القصه قصه صعوبه تعبير عن المشاعر. نحن كثير عنا دور مهم انه اثناء التربيه نقول للطفل للولد لا احكي، لا عبر، مو عيب اي شيء بتحس فيه، قول اي شيء بتحس فيه. هون بنخلق عند من 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 يعني بنساعد مركز المشاعر انه يشتغل، انه يعبر، بصير عنده بيحس فينا نحن كأم كأخوات كعائلة كمجتمع محيط بهذا الدعم اللي بنعطيه، بصير بحس فينا، بيخلق عنده نوع من التعاطف، ببلش هي الغريزة اللي نحن قتلنا له اياها وقت قلنا له انت رجال وانت ما بصير تبكي، بتبلش تنمو، بتبلش هون يعني المفهوم، لانه هي البذرة الصغيرة نحن نرعاها وننميها، لانه هو شيء موجود بداخل كل واحد فينا، بس هي التربية والتنشئة والبيئة هي يا بتقتل هي البذرة نهائي يا بتساعد على انها تنمو وتأسمن. اكيد استاذة هنادي، كمان يعني حكينا شوي عن المفهوم التعاطف السلبي قد ايه بيأثر على الشخص نفسه. طيب الشخص نفسه اللي حاسس حاله انه هو كتير متعاطف وكتير عم بيحس انه الاشخاص التانيين ما عم بيقدروه، ما عم بيحسوا قد ايه هو عم يعطيهم كمية كبيرة، اللحظة اللي بحس فيها انه هو صار مستغل مثل ما حكينا، شو ممكن يتصرف؟ شو ممكن يكون ردة فعله؟ ممكن تصير ردة فعل مؤذية؟ هلا ممكن تصير ردة فعله عكسية بهي اللحظة، بس نحن قبل ما نحكي عن ردة الفعل خلينا نقول هو ليش عم يعمل هيك. هذا حتى الشخص هذا هو عم يبحث عن أمان بدوائر الناس اللي حواليه من خلال يفرجيهم انه انا موجود، انا متعاطف معكم كثير. فوقت هو ما بياخذ شيء بالمقابل، هو بحاجة عاطفة، بحاجة حنية، بحاجة أمان، ممكن ينقلب ويصير شخص نمرود، يصير شخص قاسي، يصير شخص مؤذي، لانه هو عم يدور على شيء ما لقى، فبيقلب بالعكس يعني، او بيصير بيتحول لهو بقى الضحية، انه انا عملت، انا ساويت، انا ما حدا اعطاني، انا ما حدا عمل لي انا، فبيحس بالنقص الداخلي جواته وبالخزلان من المجتمع، والخزلان شعور كثير سيء. هذا الشيء كثير يمكن بنشوفه بالوسط المحيط، بيقول بنسمع سلمى كثير اشخاص بيقولوا انا ما وصلت لهون الا كثير يمكن تعبت بهي الحياه، او خالطت اشخاص يمكن ما يكونوا على قدر الثقه اللي عطوهم اياهم، فبيقولوا انا انصدمت كثير لحتى وصلت لهون. فاليوم كيف الانسان بيقدر يحسن نفسه من ما يوقع بشر الخير مثل ما بنقول، شر الخير الزايد لما بنقول نحن، اذا فينا نقول هيك بشكل صحيح، هلا نقدم خير بطريقه صح وبتحمينا وبتحمي الناس اللي بنحبهم يلي حوالينا. هلا اذا بدي اقول يعني هيك بعباره كثير بسيطه، انه اقدم اللي انا بقدر عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اقدم اللي انا قادر اعمله، ما كلف حالي اكثر من هيك، هيك انا بكون راضي انه انا ساعدت غيري، قدمت شيء لغيري، بنفس الوقت ما حملت حالي طاقة أكثر من طاقتي وناطر حدا يرد لي بالمثل. خلص أنا أعطيت هدول، أنا قادر أعطي هدول وما أنطر شيء من حدا. بيجيني الرد من أماكن تانية، يمكن إحنا أحيانا مثلا بنعطي بأماكن نستنى من هدول الأشخاص هنين يعطونا، فهدول الأشخاص يعني ما بيعطونا، بس بيجينا رد من أماكن تانية بنجبر فيها خاطرنا. مثل الأم تماما يعني، اللي بتعطي الولد بتعطي الولد بتعطي الولد، توصل لمكان تنطر إنه الولد هو يعطيها، الولد ما بيع يعني بالنادر الولد حتى يعطي الأم، الأم ما لازم تنطر من الولد إنه يعطيها، لهيك لازم شو بدي لك يعني، في شيء لازم انا اعطيه ما انطر اخذ بالمقابل، بيقوم بيجيني شعور بالمقابل من غير ما احس هذا الولد بحس فيني، من غير انا ما اكلفه طاقه، لانه انا وقت عم بطلب من الولد انه انا عم بعطيك عم بعمل لك، انت بدك تعطيني مقابل، بكون عم حمله عبء، وقت انا ببطل حمله هذا العبء للطفل فهو بحس فيني لحاله، بيجي بضمني انا يعني، وقت بضم الولد هيك لانه بضمه لانه بحبه، مو لانه بدي اياه انه يحس انه انا امه وانا مسيطره او انا صاحبه السلطه او اي شيء، بتلاقي بيجي الولد هيك فجاه بيضم هيك امه ضمه كثير 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 قويه، لانه حاسس هي شو عم تعطي. بقيه المشاعر ما بتاذي اللي عم تروح للطفل واللي عم تيجي من الطفل للام. انا بحب على طول اعطي امثله عن الاطفال لانه والامهات، لانه يعني على طول هي التنشئه، هي الام هي الاساس لكل شيء،
يعني وقت انت بتركزي عليها بتكوني عم تنشئي مجتمع بكل شيء هو صح. اكيد. كمان يمكن اذا شوي بعدنا عن الشيء الاجتماعي اللي عم نحكيه ودخلنا بهذا المفهوم قد ايه بيأثر على الاشخاص سلبيا بالتعامل حتى بقضايا حياتهم. يمكن الشخص المتعاطف زياده عن اللزوم بيعمل دور سلبي بالمجتمع. اليوم لما الانسان بيشوف قدامه في شيء غلط وبيضل متعاطف وعم بيقول كلمة حرام وخطي من دون ما يحاول يصلح الخطأ اللي قدامه، بصير هو بدل ما عم يتعاطف بصير إنسان سلبي بالقضية. يعني اليوم أنا لما بشوف شخص عم يعمل شيء قدامي غلط بقول حرام ما رح أعمل شيء خطي، بس هذا الشيء بيأثر إنه أنا عملت دور سلبي صرت. يعني إيه تماماً. مشان هيك إنه أنا لازم أتعاطف معه بالقدر الصحيح، بس أنا لازم أقول له بس أنت الحق معك، أنت يعني أنا مقدرة موقفك، بس أنت عم تأذي غيرك بالشي اللي عم تعمله. فنحن لازم ننتبه له، يعني يمكن هو ما يكون منتبه له لأنه هو كتير متماهي بمشاعره، كتير متماهي بالحالة الشعورية، كتير تربايته يعني ما لم خليته ينتبه لهي القيم، ما عنده هي القيم. فأنا وقت بروح لعنده بتعاطف معه بقول له أنت الحق معك، بس في قصص تانية أنت لازم تنتبه لها. بكون هون عملت أول شيء دوري اللي أنا لازم أعمله، مسؤوليتي المجتمعية اللي أنا لازم أقضيها، وبنفس الوقت نبهته القصص يمكن هو ما يكون منتبه لها، وساعدت هيك إنه نحرك جواته شيء. هذا التعاطف جدا سيء وقت أنا بشوف الأشخاص إيه حرام حرام، هنا مو قدرانين. طيب ماشي، هنا مو قدرانين بسبب ما، بس هن بالحقيقة قادرين يعملوا أي شيء يكفوا هذا الأذى لمكانين محدد. فأنا ما بدي منه شيء، ما بدي ساعدني، بدي وقف الأذى بس. هيك بيكون يعني ضروري كتير مهم. أكيد. يعني نحن بالمحصلة خلينا نقول الفطرة اللي بتخلق مع الشخص بالإضافة للتنشئة والتربية هن اللي بيصنعوا يمكن الشخصية السليمة والتعاطف، إذا بدنا نخصص أكثر التعاطف الصحيح السليم. لك شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا كثير لكم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكل شيء قدمتي لنا. شكرا كثير.